صباحكم بالخير. اليوم السبت 24 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الجوزاء من امبارح، والاجواء جيده جدا للابراج الهوائيه الجوزاء الميزان وكذلك الدلو، لكن يلي نهاره جيد اليوم لازم يستفيد منه. ليه؟ لانه بكره الاجواء رح بتصير حلوه كثير للابراج المائيه، رح تتغير الاجواء راسا على عقب، فخلونا نشوف هالنهار كيف بده يكون. البدايه طبعا مع برج الحمل. مولود برج الحمل انت اول شخص لازم يلحق حاله اليوم، لانه بكره الجو منه ظابط كثير بالنسبه لإلك، وبالتالي اليوم نهار سواء كان اجازه او منه اجازه، حاول اليوم انك تخلص اشغالك، تتفاهم مع الناس، وبكره تتضبضب شوي وتكتفي بالامور السهله. الاكثر تعبا نسبيا 15 16 و17 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور نهار فعلا نشيط جدا، هيدا نهار تقلب فيه الأمور بسبب فكرة، بسبب خطة، بسبب مبادرة أنت بتقوم فيها. من الأيام الحلوة جدا بهيدا الشهر يلي رح يخلص، لكن واضح أنه خلال هيدا النهار أنت بتقدر فعلا تعوض عن كثير من الأمور يلي ما قدرت تفهمتها قبل. مثلا مثالا على ذلك التلميذ اليوم بيقدر يستوعب كل اللي صار بخلال الأسبوع، وبالتالي اليوم هيدا النهار بعتبره ممتاز، له كتير فوائد منها التعويض عن أمور ما استوعبتوها أو أمور ما لحقتوها، في زيارات، في أخبار، وفي متابعة لكتير من الأمور بشكل جيد. والأكثر حظا 13 14 و15 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم، لأنه القمر ببرجك ولأنه الشمس موجودة البيت العاشر، اليوم مولود برج الجوزاء شخص مستقوي وشايف حاله مع كل الحق، لأنه اليوم مولود برج الجوزاء نوعية الوقت بتفشك لقدام، بتقول لك تجرأ، عم تعطيك الإشارة الخضراء أنه لازم تمشي، لازم تمشي ولازم تاخذ مبادرة. في احتمال انه الامور منها لحالها تتحلحل عندك وتبين، مع احتمال مثلا تليفون، اتصال، خبر، تسويه لامور علقه او حتى لفكره انت بتخطر ببالك. وشوف وتذكر انه امبارح واليوم رح بيكونوا يومين، يعني بعدين رح تتذكر انه امبارح واليوم يومين ممتازين تغيرت فيهم او تغير فيهم شغله مهمه بروتينك. الانشط اللي ما بيهدى هو 16 17 و18 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان ما تزعل إذا اليوم ما طالع باليد حيلي، لأنه بكرة ماشي، يعني بتقش الدنيا كلها بكرة، بكرة وبعد بكرة أيضا، وبالتالي اليوم أوكي خذ الأمور على الهدى، الوتيرة بطيئة مشيها ببطء، ما تعجل لأن نوعية الوقت بتقلك أنه مشيها عمهلك. هلأ إذا عندك مواعيد بدك شو بدك تعمل، لانه على الارجح بهيك نوعيه وقت بتفركش كل المواعيد وبتخيب امالك وبيزعلوك، الاكل ما بيطلع مزبوط، بيجي بارد، بيجي غلط، بتروح ما بتلاقي محل تصف، بتروح ما بتلاقي الموعد موجود، في امور مكركبه، الاغراض ما بتعود تمشي، يعني نهار مكركب، لكن بعدك انه بكره فلكيا الاجواء رح بتصير لصالحك 100%. تبقى المواليد اللي نسبيا اقل حظا من غيرها هي مواليد شهر تموز يوليو. بنتقل لبرج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو اليوم عندك بيحمل نوع من عجقة، وهالعجقة رح بتكون حلوة، عجقة حلوة لأنه هاي العجقة رح بتساعدك، وهاي العجقة هي اللي رح بتساعدك عن بكرة وعن بعد بكرة، وبالتالي اليوم ما تخاف وما تأثر إنك تكثر مشاريعك، لأنه بكرة وبعد بكرة ما رح تستفيد شيء لا من حالك ولا من غيرك. اليوم نهار بعتبره جيد، شارك فيه، اعطيه انطباعات جيده، صلح الانطباعات عنك، عمول لوبينج، سوف تحتاج لكل اللوبينج اللي انت بدك اياه. الانشط يلي ما بيهدى هو مولود 11 12 18 19 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء مثل امبارح الجو كان فاضح، كان في يمكن ما راح اقول نبره صوت عاليه، لكن على الارجح كان في نوع من توتر شوي مع احد الاشخاص، وهوبفولي من المستحسن انه ما يكون صار في مشكل مع احد المسؤولين. اجواء متقلبه كانت امبارح، لكن من ناحيه اخرى كمان كان في جو مثل اليوم، الجو صحيح في قلق، صحيح في توتر، لكن هيدا نهار نوعيته بتوصلك الى نجاح باهر باهر تام.
اعتبرها مثل معمودية النار، وبالتالي بتطلع بالنتيجة بطل أجواء ممتازة بتقدر ترافقك. لكن ضلك حذر 5-6 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان بعتبر هيدا نهار حلو، بعتبر هيدا نهار بتغير فيه جو للأفضل. هيدا نهار مش بس الجو، الجو يعني تغيرت الكونديشنز كلها، الظروف كلها تغيرت للأفضل. نهار بيشجعك لحتى تشيل وتحط، لحتى تدق بواب، لحتى تفتح بواب. اصلا الباب دغري اذا بتعمل له هيك بيفتح بسرعه. البواب منا مقفله، الطريق قدامك سالكه، اجواء حلوه بانتظارك، سفر، حتى تجارب جديده انت اليوم بتقدر بسهوله تستوعبها وبتشجعها. ما تستغرب انه ينطرح عليك فكره حلوه. تبقى المواليد الاكثر حظا 16-17 و18 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب بترك كل شيء مهم ومعقد لبكره وبعد بكره. اليوم هو من الايام يلي بدك تكون عم بتجرب تقرب الامور من بعضها. بدك تجرب انك تحاكي الطرف الاخر، تساير الطرف الاخر، تلتقي مع الطرف الاخر، سواء كانوا اولادك، شريكك بالحياه، بالشغل، اشخاص غرباء، بالطريق، وين ما كنت، في شويه زوايا اليوم بدك تحاول تدورها. الاجواء منا صعبه، لكن في امور كمان صحيه اداريه شوي متعبه، بكره بالك بيطمن. تبقى المواليد الاكثر حظا 9 10 15 و16 نوفمبر تشرين الثاني. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس مثل امبارح ما مشكله، من المستحسن انه ما تزعل بسرعه. هلا فيك تزعل، فيك تزعل كثير، لكن حاول انه ما تكسر الجره. بهيك نهار جرب تنكسر، فبالتالي ما تزيدها. هيدا نهار فيك اذا بدك توصل الملاحظه وصلها بطريقه كثير لبقه اذا بتقدر. مولود برج القوس اجمالا هو شخص كثير صريح، فاليوم بدك تكون هيك كله عصوص ونقطه، بدك تنتبه كيف عم يمشي هيدا النهار لحتى ما حدا يزعل منك وتندم بعدين وتقول انك كسرت الجره، فكون حذر. بشكل خاص مولود 9 10 و11 ديسمبر انت الاكثر عرضه لجذب المشاكل والحوادث. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي مثل ما قلت لك امبارح عطله اسبوع ناشطه ديناميكيه، ما بتهدى فيها، ما بترتاح فيها، ما بتاخذ نفس عميق حتى فيها، وبالتالي انت بحاجه لتقسيم هالنهار الى كثير موديولز كثير عديده ومتنوعه، مش انه بس فتره استراحه وحده. نهار متعب، يبدو انه عندك شغل كثير، شغل كثير بعطله الاسبوع، ان كان درس، ان كان بالبيت، ان كانت واجبات، في شغل كثير وفي تعب، اكثر من شغله بدك تعملهم بالوقت نفسه. نظم وقتك، حط الاولويات، انتبه لصحتك، ويبدو في تنقلات كثير. الاكثر تعبا 28 ل 30 كانون الاول ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو بعده نجمك قوي، بعدك من الاشخاص الاقوياء جدا جدا جدا، وبعدك من الاقوياء، من الاشخاص والابراج اللي ما حدا بيقدر يوقف بدربهم. نجاحك باهر، تقدم، تفوق، اخبار ساره مع عائلتك، بالمهنه ايضا اذا حابب انه انت تطرح الموضوع او مش عارف كيف بدك تنقي الوقت، اليوم اذا في مجال كان باتصال او بملاحقه معينه، اليوم نهار ممتاز. اجتماعيا ايضا مصالحه اذا مختلف مع حدا، اذا حابب انك تبادر، اذا حابب تعتذر، اليوم نهار ما بيخزلك على الاطلاق، بالعكس تماما. اليوم نهار في اخبار ساره واحتفالات. بشكل خاص مواليد شباط فبراير وتحديدا 12 13 و14 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت اذا انت عندك بروجرام، عندك برنامج، عندك خطه، مشروع عائلي، شخصي، منزلي، ماشي الحال. بعض مواليد برج الحوت يمكن لازم يبلشوا يفكروا بحالهم، بشخصهم، بصحتهم، يبلشوا يفكروا كيف بدهم يستقروا، كيف بدهم يقووا حالهم. هيدي مساله كثير جيده، حلو انه تبلشوا تدخلوا على حياتكم الشخصيه اشياء جديده لحتى تعملوا ديتوكس لنفسيتكم، لمشاعركم، وايضا لجسدكم، ليش لا؟ بعض مواليد برج الحوت عندهم مشاريع ليتجوزوا ليرتبطوا، وعم ببلشوا بهالحركه. بكره نهار رائع جدا، اذا اليوم انت غرقان بدوامه من المشاعر والافكار السلبيه، بكره مختلف كليا.
بالرغم من هالشيء الاكثر حظا 7 8 13 14 و15 اذار مارس. بنتقل لمولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير حلوة لأنه هيدي السنة بتغير فيها موقع معين، نوع من هدف مهم جدا بحياتك الخاصة يتبلور. عارف حالك على جامعة بدك تروح، عارف حالك شو بدك تعمل، حتى يمكن بحياتك الاجتماعية عارف كيف بدك تضبط أوضاعك، في تطلعات مهمة جدا. حتى الشغل اليوم مولود اليوم قادر أنه يضبط حياته الخاصة، كيف تقدر تساعده بحياته المهنية بشكل أفضل. أذار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر، تشرين الثاني هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. رح نتابع بعد لحظات محطاتنا مع ضيفنا باستوديو، خليكن معنا.